إلى أولئك الذين انهزمت العافية من أبدانهم وأنهكت أجسادهم وصاروا طريحي الفراش، إلى أولئك الذين عجز الأطباء عن علاجهم وعسر الدواء، أقول لهم: ادخلوا إلى مستشفى أيوب، ادخلوا إليه وسترون والله أن هذا البلاء نعمة عظيمة ومنة كريمة. تتبعت آيات القرآن فما وجدت أن الله قال لأحد من خلقه نعم العبد بهذا التعبير وهذا اللفظ، وكان في علمي أن العبد هو الذي يقول نعم السيد أو نعم الرب أو نعم الإله، لكن أن يقول الرب للعبد نعم العبد هي منزلة لا تنال بأمر يسير. فأقول لك أخي المريض، ألا تحب أن يقول الله لك نعم العبد؟ ألا تحبها؟ ولا بد أنه سيقولها لك. لماذا؟ لأن ما دامت هذه القصة قد ذكرت بأوصافها وتفاصيلها، معنى ذلك أنها ستتكرر.